الذي يندرج ضمن برنامج الصندوق الوطني صندوق التضامن والضمان للجمعيات المحلية الذي استفدت منه مديرية الموارد المائية بعنوان تدعيم شبكة المياه الصالحة للشرب عبر بلدية سهلة. هذه العملية مقسمة إلى عدة مشاريع. المشروع الأول هو إنجاز وتجهيز نقب لارتواز بطريق الإحلاء بلدية سهلة. صاحب المشروع هو مديرية الري ولاية سهلة. هذه السفيرة سيدي الوالي للمؤسسة تحت رقم 69/2023 بتاريخ 26/7/2023 مقاولة إنجاز مؤسسة إيفوري مراقبة إشغال الوكالة الوطنية للموارد المائية نهان غرش مبلغ الصفقة 19,720,000 دينار جزائري مدة الإنجاز 75 يوم النسبة الفيزائية 100% يترابط أشهري والنسبة المالية 100%. طبيعة الإشغال بهذا المشروع الأول هو